هل سافر خارجا للتدريب أم أنه تطرف عن طريق الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ أعتقد أنه تطرف بشكل رئيسي عن طريق الإنترنت، لكن عندما ننظر إلى جوازه نجد أنه لم يصدر جوازا إلا في عام 2013 ولم يستخدمه للسفر، لكن لا نعلم، إذ يمكن التنقل خارجا بطريقة غير شرعية خصوصا بين تونس وليبيا. نعلم أنه كان يدرس في جامعة محلية، وهناك تقارير بأنه كان جزءا من خلية عسكرية في تلك الجامعة. ماذا يمكنك أن تقول لنا حيال ذلك؟ لا يمكننا تأكيد ذلك في الوقت الحالي، لكن هناك معلومات بأنه ينتمي إلى منظمة ما، وكان قريبا من مسجد يوفر تدريبا. كان إرهابيا على المستوى الفكري على الأقل. من الواضح أن هناك شباب تونسيون يتسللون إلى ليبيا للتدرب ثم العودة إلى تونس، إضافة إلى ذهاب بعضهم إلى العراق وسوريا. ما هو أثر الصراع في ليبيا والعراق وسوريا على بلادكم تونس؟ الوضع في ليبيا سيء جدا والوقت ينفد، ويجب أن نسارع سويا للعمل على إعادة الاستقرار في ليبيا. بالنسبة لنا هناك 520 كيلومترا من الحدود مع ليبيا، ويمكن لكل شيء أن يحدث خلال هذه الحدود. وعلى الجانب الآخر لا توجد لدينا دولة، وإنما لدينا مجموعات، لذا فإن الأمر مهم بالنسبة لنا. الخطر من ليبيا، فالناس مدربون ويعودون إلى تونس. أنت مسؤول بارز في حكومة الرئيس المخلوع بن علي. النقاد سيقولون أن هذه البلاد على ضوء التدابير الأمنية التي تقدمونها الآن بعد هجومي بوردو وسوسة ستتحول مجددا إلى الاستبداد وإلى عهد بن علي عن طريق توفير الحوافز للناس للإبلاغ بشكل أساسي عن جيرانهم. ما الذي تقوله لهؤلاء النقاد؟ الأمور مختلفة جدا. ما فعلناه في تونس لا رجعة فيه. اخترنا الطريق. كل ما نقوم به هو بحسب القانون والدستور. لن نأخذ أي قرار دون احترام الدستور. من الواضح أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على السياحة. ما مدى الضرر الذي ألحقته الهجمات على ما يعتبر شريان حياة الاقتصاد في البلاد تونس؟ الضرر كبير جدا، لأن هذا القطاع يغرق تماما. أكثر من مليون شخص ترك هذا المجال على الفور. يجب أن نفعل كل شيء لإنقاذ الوضع.